أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيدوني بكتاب من قبل هذا أو أسرة من علم كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم والغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان مثل فرضا بشهد شهيد من بني إسرائيل على مثل فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه فإذا لم يهتدوا فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبل كتاب موسى إما ورحمة فهذا كتاب مصدق لسان ربي لينذر الذين ظلوا بشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وزين الإنسان بورده إنسانا حملته كرها ووضعه كرها وحمله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده بل 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنه وسلم وعملوا ولا تزوج وعاصي سيد في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه لكما أتاتني إذا أخرج خلت النود الذي أخرجك فقال آمين إن وعد حق فيقول هذه الأسد الأولين. أولئك الذين حق القلوب فيهم قد دخلت من قبلهم سيكون أنهم كانوا خاسرين. ولكل درجة مما عملوا وليوفيهم عملهم وهم لا يظلمون. ويوم يعود الكفر على النار أذهبتم طيبتكم في حياتكم وسعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون ما كنتم تستغفرون وفرده ما كنتم تستغفرون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بنية أخافه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليك عذاب يوم عظيم. قالوا وجدنا لتوفيقنا أن أريدنا فأتنا بأتيكم من الصادقين. قل إنما عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوا عارضا مستمرتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريحهم في عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها سوء لا يرى إلا مساكنهم فذلك أن نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فجعلناهم سمعا وبصرا فما أغنى عنهم سمعهم عنهم سمهم ولا أبصر لفتة من شيء إذ كانوا يجدون بأيدي الحق به ما كانوا يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى بشرة العالم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة فأذلوا عنهم وذلك هم ما كانوا يفترون. وإن صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن قاموا وحاضروا قالوا لما رأوا حاضروا قالوا أنصتوا
فلما قضي عليه لكم به منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل بموسى وصدق لما بين يديه لخلاص المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله أن أبيع في لكم من جرور ويرجوكم من عذاب النار ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز خرج من دنيا أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الكفر على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر لحكم ربك فاصبر كما صبر أولو العزم هذا تستعجل لهم فإنهم يوم يرون ألم يرون ألم يلبسوا ألم يوم يرون ما يعطينا ألم يلبسوا إلى ساعة من نهار بلغوا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا سندوا عن سبيل يضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفروا عن سيدنا وأسلوبهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم فذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتوا وشد الوثاق فإما من بعض وإما فداء حتى تضع الحرب أسرها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن يبلغ بعض من بعض والذين قتلوا في سبيل فليض أعمالهم سيهدي ويسر بالهم ويدخل الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا وإن تنصروا الله ينصرك واستبد أقدامكم الذين كفروا فتعسى لفضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فعبد أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عبد الذين من قبلهم دمر الله عالم للكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويقولون كما تقول الأنهار والنار مسفر لهم وكأين من قرية يشهد قوت من قريتك الذي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة ربه كما زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ومغفرة من ربهم فمن هو خالد في النار سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم فمنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا منك قالوا للذين أوتوا ما ماذا قال آنفا أولئك الذين اتبعوا الله على قلوبهم اتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم فيغفر للسماء أنفسهم بغتة فقد جاء شرطها فإن لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك وللمؤمن مؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة وقمت ذكر في القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون كنظر مشين الموت فأولى لهم طاعة وقد معروف
فإذا عزم الأمر فلو صدقوا لكان خيرا لهم فلزيتم إن تولتم أن تسدوا فردقتي ورحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصم وعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم القلوب على أقوالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنضيق الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأبطل أعمالهم أما حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فعرفت بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين أخباركم إن الذين كفروا صدوا وعصوا بالله وشاقوا الرسول بعد ما تبلغوا لا يدروا شيئا وسيبدوا أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبدلوا أعمالكم إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا دين وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو فإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفظكم تبعا ويخرج أدوانكم أنتم هؤلاء تدعون لتوفقوا سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء فإن تتغنوا يستبل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ثم لمدوا عليك ويدك شراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ازدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين ومنات جنات تجري من ذلك النهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئات وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم عذلهم جهنم مسيرة فلله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلا إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نقص فإنما ينقص على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتي أجرا عظيما سيقول لك المخلفون رب شغلتنا أمرنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون في ألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله إن أرادوا شيئا أو نرد النفع بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول المؤمن إلى أهلهم أبدا وزن ذلك في قلوبكم وتنتم تنزهوا وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعددنا جهنم سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعطي من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون
ذن طلعتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم غرض من قبل فسيقولون بعد صدورنا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا كل المخلفين من عرب ستدعون إلى قوم لباس شديد تقاتلون ويسلمون فإن تدعوا يؤتكم الله أجرا حسنا فإن تتولوا كما تولوا من قبل يعذب عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج وأنوار حرج ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنة تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى فإن الله فإذا لا يعذب عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين يبينك تحت الشجرة فعل ما في قلوبهم فأنزل السكرة عليهم وأسابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وقد وزن قيمة وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأنجلكم هدي وكنسي عنكم ولتكون آية للمؤمنين يأتيكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدر عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قتلكم الذين كفروا لأعوال العبر ثم لا يتنى ولون سيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم من بدء مكة من بدء أن أذفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا صندوقوا على بس الحرب والهدي مغنم في الله ولولا رجال مؤمنون سمنة لم تعلمهم أن تدعوهم وتصيبكم أكبر إلى فليد يخلف من يشاء لو تزيلوا العذاب الذين أهرب عذابا أليما يجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمد أحمد الجديد فأنزلوا سكنة على رسوله ولم يأزلوا كلمة التقوى كانوا وحق به ولا وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم وقشرين خافون فلما ما لم تعلم فجل من دونك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى له بالهدى والدين الحق لترى الذين كن وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشدا ولا الكفار رحموا بينهم نراهم ركعا سجدا يبدون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثل في الإنجيل مثل إن أخرج الشهد فأزهوا فاستغنوا سوقهم الكفار وأن الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول الجهر بأنفسكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والغفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبي فتبينوا قوم جلد سؤالا ما فاتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لا يطيع في كثير من تكرر الله وليكم رشيد أو فضل من الله ونعمة والله عليم حكيم إن ضعيفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلت تبي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاض فاصلوا بين البلد وقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فاصلوا بين أخوة لعلاقة الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا كثيرا منه لا يا الذين آمنوا اتقوا سوء الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا بعضكم بعضا أن يحب أحدهم أن يقول ما أخي ميتا فقرئتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وكفلا لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ولد الأعراف وآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا وأسلمنا ولما يدخل ما في قلوبكم فإن رضي الله رسوله لا يلدكم من عملكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله ثم يتبعوا لم يرتابوا وجاءوا سبيل الله ولكم صادقون والآن تعلمون الله بإذن والله على السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن تكون لإيمانكم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا وأن جاءهم منذر من وقرأ ذاشوا النجيم إذا متنا كنا ترابا ذلك رجع بعيدا وتعلمنا ما تنقص الأرض منه من كتاب حفيظ بل قضوا بالحق لما جاءوا فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينا ما له من فرد والأرض مددناها ولقينا فيها رواسي أنبتنا في مرسمه كل زوج بهيد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب فنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا الجنة وحبل حصيد والنخل باسقات لا تلع النبيد رزقا للعباد وعبادة ميتا فذلك الخروج فذبت قبلهم قنوح وصبر سنة سمود وعد فران ويخوان الود وأصحاب الأيد وقوم الدب كل كذب رسله وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم وادوس في نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان يشيع الشمال بعيد عن اليم الشمال بعيد ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عديد من جاء سقرة الموت بالحق ذلك ما كنت من تحيد ونفق بالسور ذلك البعيد من جاء كل ناس ما سيكون شهيد
لقد كنت في غلتنا دفك الشفاعة يطاق فبصر محديد وقال قرن هذا ما لدي عديد ألقي في جنك لكفر نتم الناعل للأخرة مريم الذي جعل معه الأخرة فالكفة بالشديد قال قرن ربنا ما أضيد ولكن عرف ظلال بعيد قال لا تخضصموا لدي قد قد عليكم من وعيد ما ينبت القول ترى ما نبت اللبن العميد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة ندور بعيد هذا ما توعد لقلوب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب لدخولها بسلام ذلك الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أن قبلهم من قارن وشد مشهور البلاد من محيش إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب نصر شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض بنهما في ستة أيام فما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقول سبح حمد ربي قبل طلوع الشمس قبل غروب ومن الليل فسد ورى السجود واستمع يوم ينادي الأتمكن قريب يوم يسعون الشيطان بالحق ذلك ما الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلى المصير يوم تشق بسرعة ذلك حشر علينا يسير لن أعرف ما يقولون ما عليهم بجبار فذكر أذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحملة يقرع فالجارية سرع فالقصد يأسود يا أمر إنما ضغطنا صعود فإن الدين واقع السماء ذات الخبق إن كل في قلب مختلف يفقه من أوفي أدل خرسون الذين في عورة ساهون يسألون أيان يمن دنيا وما هم لن يفتنون ذوقوا في النهر الذي تريد تستعجل إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق لسان المعروف وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسهم لا تبصرون وفي السماء رزق ما توعدون فورب السماء والأرض وحق وسلم تنقل هل أنت قادس ضيف من المكرمين إن دخلوا علي فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فروحوا إلى علي فجاب جليل السمين وقربه إليهم قال لا تقولون فأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف وبشر غلام عليم فأقبلت امرأته في الشرة فسقت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خبتكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم جردا من طين مسومة إن ربك لمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم في موسى إذ أرسلنا برسول مبين فتولى بركن وقال سحر مجنون فأخذناه جنودا فنبذناه في الأرض وهو مليم ففي عاد إذ أرسلنا بركن العقيم ما تذر من شيء ندت عليه جرجر تكرمين ففي ثمود إذ قيل لهم دمت وداهين فأذوا أم أمدي رب صدهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وقال منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين
السماء بلين بيدي ونلموز يوان والأرض فرش في الملمام يدوان ومن كل شيء خلقنا وزنا لكم تذكرون فذروا إلى الله إني لكم نذير مبين ولا تجلوا مولى آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم رزق الأسر مجنون أتوا صحفا ومن ضاغون فتولوا عنه فما أنت بمعلوم فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله رزق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب يوسف لا يستعجلون ويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك الواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار الذي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوا فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم فوقهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مسودة وزوج حور عين الذين آمنوا واتبعوا أدرتم بإيمان ألحقنا بذرتهم ما لدهم رمل شيء كل امرئ بما كسب رهين فأمددناهم بفاكهة ورحم الشهور يتنازعون فيها كأسا لا لهم ولا تأسيا ويطوف عليهم الملل المقهور فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقنا ذاب السموم إنا كنا ندم كل دعوة إنه البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك ولا مجنون أم يقولون الشعر نتربص يرفى المنون ونتربص فإني وكم من المتربصين أم دامروا مهلهم بهذا أم قام الضاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليضم يهد المسن يكون صادقا أم خلقوا من ورش خالقون أم خلق الزمر بل لا يوقنون أم عندهم يقدمون أم يريدون كيدا الذين كفروا مكيدون أم لهم إله غير الله سبحانه وشركون فإن يروا كسبا من السماء ساكت يقول سبب مرقون فذرهم حتى يلاقون لفيه السنقون يوم لا يغني عنه فتحولهم يغسرون إن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن نصرهم لا يعلمون فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وهم
يوحى ألمه شديد وذمر وبرده فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قوم قوس ودنا فأوحى إلى أبي ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارون على ما يرى ولقد رأوا نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر ما طغى لقد رأى من آيات رب الكبرى أفرد واللد والعزى ومناة السدرة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذ قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا ما تهوى الأنفس ولقد جاءهم ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فليخذ بالأولى وكم من ملك في السماوات لا تنشأ ورشاً إلا بعد إذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تتمة الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن لا يقن شيئا فأورد أمن ولا فأورد أمن ولا أو ذكر ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم وشيل اللمى إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أشركوا من الأرض وإذ ثم جنة في بطن أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وعبر التقوى أخر الذي تولى وعتق إنه أكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وزرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فإن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى فإن إلى ربي المنتهى فإنه أضحك وأبكى فإنه أمت وأحيا فإنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى فإن عليه النشأة الأخرى فإنه أغنى وقنى فإنه أرض الشعرى فإنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم قالوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفة لازفة أفمن هذا الحسد عجبون وتضحكون ولا تبغون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا سبحان الله والحمد لله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر فإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر
وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستنكر ولقد جاءهم من الأنباء ما في مستنكر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يومئذ ودع إلى شيء نكر خشى أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ودين إلى الله يقول كفر ذيب العصير كذبت قبلهم كل وحين فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه وإني مغلوب فانتشر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فاتقى ولا أمر قد قدر وحملنا ولا ذات الواح والدسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد ضربنا آية ومدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا إليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزو الناس كأنهم أعجاز نمل وكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر وهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي على الذكر من بين الله بل وكذب الأشر سيعلمون غدا من كذب الأشر إنا مرسلنا قد فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كشف محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطوا فانقر وكيف نذهب ونذر إنا أرسل عليهم صيحة واحدة فقالوا شيء محتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر بل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك السماء الشقر ولقد أنذرهم بطشتنا فتبروا بالنذر ولقد راودوا أنذر فتبسنا أعينه وعذاب النذر ولقد صب فحهم بكرة عذاب مستنكر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فخانهم عذاب مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتشر سيهزم الجمع وندبر فلساتهم معتسدات وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسبون في النار على وجوههم ذوقوا مس السقر إنا كل شيء نحن بقدر وما أمرنا إلا واحدة قابلة بالبشر ولقد أهلكنا أهلكنا ولقد أهلكنا الشوق والذكر وكل شيء فعل بالزبر وكل صغير وكبير مستضر إن المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان فأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فالأرض وضعها للأنام فيها فاكهة
والنخل ذات الأكمام والحب ذو العرش وريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار والشهد في البحر كالعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان اسأله ما في السماوات الأرض كل يوم ما في الشأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سلام لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ناس ولا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فغرقت ردت قديان فبأي آلاء ربكما تكذبان يومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم ويؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يقول المجرمون يذوقون بين حميم النار فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان في معين الدجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان في مدينة فات زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائن من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات في اللمس نسقهم لهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإنسان والإنسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان بدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عين الأبضى خذان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما فكد ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقر ينهسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة وكانت رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت أنباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمة سميمنا وأصحاب المشهد مسلم الشام والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم صلة من الأولين من الآخرين الأشهر المعظمة ومتقين الغيب متقابلين يذوب عربيدا مخلد بأقوام وبرك وكاسم معين لا يصدون ولا يعزفون وفاكهة ما تخيرون ولا بضير مما يشهرون وحور عين كأمثال للمقنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسعون فيها لو تسلك سلام سلاما وصول إلى أصحاب اليمين في سدر مخضوب وظلم بعض من مسكون وفاكهة كثيرة لا ترش مرفوعة إنا أعشرهن إن شاء وجعلنا أذكر أصحاب اليمين سلة رسل وخيرا أصحاب الشمال أصحاب الشمال في سموم حميم وظلم يحمل بل لا بأكل إنهم كانوا قبل ذلك مترفين فكانوا يسيرون أخلص العظيم فكانوا يقولون إذا متنا كنا تربى إذا نبنا موازون وأنباؤنا الأولين ولئن الأولين والآخرين مجون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون أكل من شجر من رزقكم فمالئون عبدون فالشاربون الماء الشمس وبيوتنا يوم الدين لن خلقنا ونصدقون أورما دمرون أنتم تدخلون وخلقنا دخلات لمسوقون ألا نبدل أنفسهم أشهد عالمون ولا قتل ذكرون أفرم تحرزون أنتم تزرعونه ونزارعون لو أشهد أشهد الشرون أفرد الدورون أنتم أعشوا شجر الشرون نجعل تذكر الداء ومتعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بالنجوم فإنه لقسم الأرض علم عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهر تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدينون فتجعلون رزقكم أنكم مذنبون فلولا إذا برت الحق وأنتم تنظرون ونحن أقرب منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينة ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين وروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان صاحب اليمين فسلام لك صاحب اليمين وأما إن كان من الكاذبين الضالين ونزل من حميم وتصلة جهنم إن هذا لو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يمد وهو على كل شيء قدير والأول والآخر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يخرج ويجزي الناس وما يخرج فيها وهو مكان ما كنتم الله وذل البشر له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النار ويولج النار في ورد السنور آمنوا بالله رسله وأخذوا ما جاله سخر فيه نزول فالذين آمنوا وأخذوا لهم أجر كبير فذلكم لا تؤمنون بالله ورسوله يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والذي ينزل على أمره آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور فإن
إن الله بكم لرؤوف رحيم فما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه أجرا كريما يوم ترى المؤمنين يوم بسروا مشرقكم ليوم جنات تجري من ذات الأخذ فيها ذلك الفوز العظيم يوم يقول منافقون منافقات الذين آمنوا انظرونا نقعد باسم نوركم إن أرجو وراكم فلبسوا نورا فاضرب بينهم سر لهم باب باطن فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب ينادونهم لم نكن معكم قولوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وحتى جاء أمركم بالله الغرور فاليوم ليأخذ منكم في الدنيا الذي كفروا مأواكم الرجاء ويبس المسؤول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وطلع عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم لعلكم تعقلون إن المصدقين والصديقات وأقروا الله قرضا حسنا ضعيف قل لكم فلا غلا شاء الله غفور ودع الله غفور كريم والذين آمنوا بالله ورسوله لكم صديق وشهداء وإن ربهم لهم أجر نورهم والذين أقرضوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو زينة فخر بينكم وأنك بالأموال والأولاد كما سنع ويس نعد الغفر بدو سميج فذر وصر ودو دام ففي الآخرة عذب شديد ومفرد من الله والإطوال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم الجنة الأرض وقرد السماء والأرض أعدت للذين أولوا الله ورسوله ذلك فضل وهدي من يشاء الله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة فرد ولا في أنفسهم ولا في تنقل إن دخل يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفر بما آتاكم والله لا يكلم ثاني وفاق الذين يبخون سبيل الله في الخلد ولا فإن الله غني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بلدي وأنزلنا معهم الكتاب من زين يقوم الناس في القسل فأنزلنا حديدا في بس شديد ونظر للناس وليعن الله من يعص رسل بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم في ذريتهم مردودا فكثير منه فاسقون ثم قفنا على أسر فيروس قفنا بإساء بإذن من أدور رحمة ورحمانية ابتدوها ما كتبنا عليهم إلا الدواء رضوان الله فهم رحمة رياتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجر وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلاً من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون بيغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يعثرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم.